انطلق السباق الرئاسي في فنزويلا، حيث فتحت صباح اليوم صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار أول رئيس جديد يتولى مقاليد الحكم في البلاد حتى العام 2019. وقد دعي أكثر من 18 مليون ناخب للاقتراع بعد حملة انتخابية لم تتجاوز العشرة أيام هيمنت عليها ذكرى تشافيز الذي خطفه الموت بعد صراع مع مرض السرطان. وقد تم تعبئة نحو 150 ألف جندي لضمان الأمن خلال الانتخابات الرئاسية لهذا البلد الذي تعتبره منظمة الأمم المتحدة من أخطر دول العالم. هذه الانتخابات التي تحولت إلى نوع من الاستفتاء على استمرار الثورة البوليفارية ستعلن نتائجها منتصف الليل، يتنافس فيها الرئيس الحالي بالإنابة نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة هنريكي كارليس.